أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني حلقة ذكر وحلقة علم ومدرسة قرآن، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا فضل ليس بالهين، أن تجلس في حلقة من حلقات الذكر في بيت من بيوت الله فتحفك الملائكة وتنزل الرحمة والسكينة ويذكرك الله تبارك وتعالى في من عنده. هذه جعلت أبي بن كعب رضي الله عنه يبكي وتدمع عيناه عندما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فدمعت عيناه وقال: أوذكرني الله؟ أوذكرني الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى باسمي؟ فما بالك يا عبد الله، يعني أن تجلس في هذه في حلقة مثل هذه الحلقات فيذكرك الله تبارك وتعالى في من عنده في الملأ الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذه روضة من رياض الجنة ونعيم مؤجل في الدنيا قبل الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ حكمي رحمه الله تعالى إلى السحر. وقلنا أن السحر كما قال المصنف رحمه الله أنه موجود حقيقة وتأثيره موجود إذا صادف هذا الأمر الكوني من الله. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بآية البقرة، قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة وكذلك في القرآن الكريم. وأما الساحر فقلنا إن كان سحره يتلقى من الشيطان فحكمه والحكم اللي يقام عليه في الدنيا عقابه إيه؟ ضربه بالسيف. وهذا الحكم يعني حكم به كثير من الصحابة، منهم جندب بن عبد الله راوي الحديث كما في الترمذي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المحققون من أهل الحديث قالوا أن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، إنما هو موقوف من كلام جندب بن عبد الله، وكذلك قال الذهبي رحمه الله، وكذلك قال الألباني من المعاصرين رحمه الله الجميع، أن الحديث موقوف من كلام جندب بن عبد الله، أن حكمه حد الساحر ضربه بالسيف، هكذا قال، أو ضربة بالسيف. وأيضا هذا الحكم حكم به عمر رضي الله عنه، عندما كتب كتابا فقال فيه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وكذلك حفصة بنت عمر رضي الله عنها عندما سحرتها جارية قتلتها وأمرت بقتلها. هذا كله فتوى الصحابة واجتهاد الصحابة أن الساحر يضرب بالسيف يتخلص من شره. طيب، اليوم نبدأ بإذن الله تعالى في النشرة. وما هي النشرة؟ قلنا أن الساحر فعل سحر بالمسحور. طيب، ما هي النشرة؟ حل السحر وفك السحر. طيب، كيف يفك السحر؟ هل يفك من عند الساحر أيضا، ولا يفك بالرقية والقراءة الدعوات المباحة؟ تعالوا نشوف ماذا قال المصنف. قال: ما هي النشرة وما حكمها؟ قال: النشرة هي حل السحر عن المسحور، يعني فك السحر عن المسحور. طيب، فإن كان ذلك بسحر مثله، فإن كان السحر ذهب ربنا عافينا وعافيكم، ذهب إنسان إلى الساحر، إلى الدجال، إلى الكاهن، فقال له: فك لي السحر الذي فعلته بفلان. ما حكم هذا العمل؟ قال: فهي من الشيطان. بدليل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، يعني فك السحر
بالسحر. قال إيش؟ قال هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد بسند جيد وأبو داود، وصححه الألباني في الصحيحة. وقال الحسن رحمه الله تعالى قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. صححه ابن حجر بإسناده. طيب وما العمل؟ العمل قال ابن القيم رحمه الله وله كلام جميل وتفصيل في مسألة حل السحر، قال النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. فيتقرب الناشر والمنتشر، الناشر يعني الإنسان اللي قصد أن يضر فلان فذهب إلى الكاهن فقال له اعمل لي سحر بفلان، ويذهب المنتشر أي المسحور، يذهبان الاثنين إلى الساحر فيقولان له، أو يذهبان إلى مش إلى الساحر، يذهبان إلى الشيطان. هكذا قال ابن القيم: يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان. ما هو الساحر إحنا قلنا اللي خلاه يكفر إيش؟ أنه تقرب إلى الشيطان بقرابين جعله يكفر بالله عشان يعينه على عمل السحر. فإذا ذهبت إلى الساحر ستفك السحر بنفس الطريقة. فقال يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، وهذا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز طبعا. أما الطريقة الثانية في حل السحر، قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدعية والأدوية المباحة، فهذا جائز. هذا هو الحل الشرعي عندنا، نذهب إلى إنسان متخصص في الرقية الشرعية ويعطي لنا يرقينا رقية شرعية، وعنده بعض الأدوية المباحة يستخدمونها الرقاة كالمسك والماء بالملح وهكذا، فهذا جائز، وهذا هو الحل من السحر. قال وإن كانت بالرقى والتعويذ المشروعة فلا بأس بذلك. طيب قال ما الرقى المشروعة؟ دخل في مسألة الرقية، ما هي الرقى المشروعة؟ الرقية المشروعة قال هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، من الكتاب والسنة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله، يعني أنها سبب والشافي هو الله. يبقى هناك ثلاثة شروط في الرقية: أن تكون من الكتاب والسنة، لا من الطلاسم والأشياء الغير مفهومة. تذهب إلى إنسان تسمعه يرقيك بالكتاب والسنة والأدعية المباحة، وكذلك يكون باللسان العربي، لا يرقي باللسان الغير العربي. وكذلك يعتقد أن الراقي الشرعي هذا والإنسان المريض الذي ذهب له يعتقدان أن هذه الأدوية كلها وهذه الرقية وهذه التعويذات وهذه الدعوات كلها أسباب، والشافي هو الله، بدليل أن قد يذهب إنسان إلى راقي شرعي ولا يشفى، صح؟ لأنها سبب والله سبحانه، زي الأدوية تماما، قد يأخذ إنسان دواء ولا يقدر الله له فيه الشفاء فيذهب إلى طبيب آخر فيصف له دواء آخر ويقدر الله فيه الشفاء. فإذا الرقية الشرعية كلها أسباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها. حديث أبي سعيد لما ذهب هو والصحابة إلى قرية من القرى، فكان ملك هذه القرية قد لدغه عقرب، فقال هل منكم من راق؟ لما شاف الصحابة هل منكم حد بيعرف يرقي؟ فقال أبو سعيد أنا، فقرأ عليه الفاتحة فشفاه الله سبحانه وتعالى، فأمر لهم بغنم أو بشياه فأخذوها يعني. وكانت هذه القرية يعني فيها شيء من البخل، لأن الصحابة عندما نزلوا لم يضيفوهم، إلا عندما رقى أبو سعيد ملك القرية فأعطوهم أعطوهم من الشياه. فذهب أبو سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني قص له القصة، فقال وما فعلت؟ أو قال قرأت عليه الفاتحة، قال وما يدريك أنها رقية، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال له وما يدريك أنها رقية. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على أن الفاتحة والقرآن كله، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، من القرآن يعني من كل القرآن ما هو شفاء للناس، بل أمرهم بها، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرقية، وأحل لهم أخذ الأجرة عليها في بعض الأحيان.
وكل ذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما. طيب، ما هي الرقية الممنوعة؟ يعني احنا قلنا ان الرقى انواع، في رقية مشروعة ورقية ممنوعة. ما هي الرقية الممنوعة؟ الرقية الممنوعة هي عكس الرقية المشروعة. الرقية الممنوعة ما لم تكن من الكتاب والسنة، ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه. تذهب إلى كاهن فيفك السحر بأشياء فيها طلاسم، طبعا وهذا لا يجوز، والتقرب إليه بما يحب، يعني التقرب إلى الشيطان بما يحب، وكما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم، ككتاب يسمى بشمس المعارف وشموس الأنوار. هذه الكتب مطبوعة وموجودة، وللأسف ابتلي بها بعض المسلمين وجعل يقرأ فيها، ربنا عافينا وإياكم، وغيرها مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه لا في ظل ولا في. طيب، هذا بالنسبة للرقية المشروعة والممنوعة. دخل المصنف رحمه الله إلى موضوع جديد، وهو حكم تعليق التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع. هذه الأشياء كلها يعني فعلها الناس في الجاهلية، وبعض الصحابة مما كانوا يجهلون هذا الحكم فعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبين لهم أنها من الشرك. تعالوا بنا نسمع ما قاله المصنف. قال: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ قال النبي الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، يعني من علق شيئا من هذه التمائم وكل إليه، يعني وكل إلى السبب الذي علقه من أجله. علق تميمة من أجل أن يشفيه الله، سيكلك الله إلى هذه التميمة، لأن الشافي هو الله. علقت تميمة لكي يشفي الله، يعني لكي يشفى ابنك، سيكلك الله إلى هذه التميمة، وهكذا. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والزمان كانوا في الجاهلية يعلقون على البعير، على الدواب، بعض القلائد من وتر. الوتر هو الحبل الممدود بين طرفي القوس، والآن منها على شكل جلد وعلى شكل بلاستيك. هذه كلها من الأوتار التي يعني هي من فعل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يترك على رقبة بعير قلادة من وتر أبدا، لأنها من أفعال الشرك، وأنها تمائم شركية، لكي يعلقونها في الجاهلية لكي تحفظ هذه الدابة من العين، تحفظها من المكروه، هذه كلها شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن أمره لا يتم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. حديث هذا الحديث نص في أن التميمة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، واحد من الصحابة كان حط في يده حلقة من نحاس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: من الواهنة يا رسول الله، يعني تقيني من المرض. الواهنة ده كان مرض بيصيب زمان من المرفق للكتف، المنطقة دي. وقيل أن راوي الحديث نفسه هو اللي كان معلقها، هو روى عن نفسه كذلك، ورد في بعض الروايات في بعض الطرق، فكان معلقها في هذه المنطقة، في منطقة العضد، حلقة من نحاس. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني تقيني من هذا المرض. قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما أفلحت أبدا، يعني علقت شيء اعتمدت فيه على غير الله بغرض دفع المرض، لا تزيدك إلا مرضا، وإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنك ارتكبت شرك بالله والعياذ بالله. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل كان معلق خيط في إيده، زي اللي احنا نشوف بعض الناس اليوم يعلق بعض هذه الخيوط. هم طبعا اطلقوا عليها اسم حظاظة. ليه؟ من الحظ، انها تجلب لهم الحظ. مع نفس مفهوم الشرك بالضبط، انها دفع ضر او جلب نفع، والضر والنفع ومن هو الله سبحانه وتعالى. طيب، فحذيفة ماذا فعل؟ قطع هذا الخيط من يد هذا الرجل فورا،
وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هذا فهم الصحابة لمفهوم الشرك، مش الشرك إن أنا أروح أسجد لصنم، لا، أنا حياتنا كلها مفروض تكون قائمة على التوحيد. في بعض الأمور الصغيرة يفعلها الإنسان يشرك فيها بالله وهو لا يدري. يعني لما قطع حذافة خيط من يد الرجل وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ففهموا أن الشرك يعم الصغير والكبير. ومعنى الآية أن وما يؤمن أكثرهم بالله، توحيد الربوبية، هو يؤمن أن الله خالق رازق مدبر نافع ضار، ولكن إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. طب أين إثبات هذا النفع والضار؟ أنت ثبتت أن الله، يعني اعتقدت أن الله هو النافع الضار، فأين هذا في حياتك؟ لماذا تعلق أشياء تعتقد أنها سبب؟ حتى لو اعتقدت أنها سبب فقد أشركت شركا أصغر. أما لو اعتقدت أنها بذاتها تدفع الضر وتجلب النفع فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا في حكم المرفوع، لأن سعيد بن جبير ده تابعي، فلما يحكي هذا الأمر كأنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر لا يأتي إلا بالوحي، فلها أجر عظيم. الذي يقطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كان كأنه قد أعتق رقبة. ولكن هذا الأمر طبعا يتوقف على، طبعا هذا فقه الأمر المعروف النهي عن المنكر. هو الأصل في هذه الأحاديث وهذه الآثار أن الإنسان ينكر المنكر، لا سيما لما يكون في أمر شرك، ولكن لو كان المنكر ده يترتب عليه ضرر أكبر لا خلاص ينكر بقلبه ويمضي. لكن مش أذهب لإنسان أقطع منه تميمة أو أشد منه معلق شيء أشد منه وأقول هذا شرك ويترتب عليه ضرر أكبر. فالإنسان لابد أن يفقه في الأمر المعروف فالنهي عن المنكر كيف ينكره، وهذا في حكم المرفوع. طيب، قال ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ طيب، إحنا يعني كل هذا وردت فيه، كل النصوص التي وردت في التمائم المحرمة، اللي يعلق خرز أزرق في السيارة، واللي يعلق، وبعض الشاحنات تعلق شريطة سودة، كل هذا من الشركيات، لأنه يعتقد أنها سبب لجلب النفع أو لدفع الضرر. كل هذا من الشرك الأصغر لو كان اعتقد فيها السببية، لو اعتقد فيها أنها بذاتها تنفع تضر فقد أشرك شركا أكبر. فالتمائم، وكثير من الناس على فكرة يجهلون هذا الأمر. يعني أنا يعني عندما أركب مع سائقين التكوسة بالذات، الناس الكبار في السن، يعني عندهم يعني بعد عن الدين، فهذه الأمور قد لم يتعلموها من قبل، والله كثير منهم يجهل في الفور والتو اللحظة ينزلها، يقول والله معلش يا شيخ أنا ما كنت أعرف الحكم. كثير منهم يعلقونها بحسن النية، ولكن لا ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة فورا أمور الشرك ما فيها جهل. فهذه التمائم سواء كان حدوة الفرس والخرزات الزرقاء والكف، هذا كله من الشركيات. حط مصحف هيجي لك في المصحف يا شيخ محي، عشان خاطرك أنت بس، عشان خاطر المصحف ده، يعني المصنف رحمه الله حط سؤال مخصص خاص هيجي لك اهو. طيب، ما حكم المعلق اذا كان من القران؟ يحط في العربيه قران، يقول لك ليه؟ عشان البركه. طب هي البركه بالقران انه يبقى موجود كده مقفول كده وعليه تراب والشمس تضرب في الورق لحد ما يتكرمش والمصحف يتبهدل في الاخر تروح ترميه، دي البركه؟ ولا البركه بقراءه القران وتدبره والعمل به؟ طيب ايه الحكم؟ طب هل حرام اعلق تميمه من القران؟ قال يروى جوازه عن بعض السلف واكثرهم على منعه، كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود واصحابه رضي الله عنهم، وهو الاولى، بل الراجح انه محرم. تعليق التمائم من القران الراجح انه محرم، اذا كان من غير القران شرك، واذا كان من القران حرام ولا يجوز، لعموم النهي عن التعليق. التعليق التمائم كلها محرمة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك. ما وردش شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، طب ما كان على أيامهم بعض الرقاع وبعض الأشياء مكتوبة عليها قرآن، لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم علقوا أشياء فيها قرآن أو فيها آيات قرآنية لجلب النفع أو دفع الضر من باب التميمة.
قال أيضا ولصون القرآن عن إهانته. القرآن لم ينزل لكي يعلق في السيارات، ولكي يعلق على الجدران، ولكي يحط في صناديق من ذهب وتوضع للتذكار. ليس القرآن لم ينزل لذلك. قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولي الألباب. القرآن نزل للعمل، أنزل للعمل. قال إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة. أي حد يبقى القرآن ملطشة في إيد أي حد، لو اتحط في العربية عيال يلعبوا بيه، واحد مش متوضي يمسكه، لو سواء كافر سواء ركب معاه بعض الكفار يمسكوه يحطوه ويشيلوه، هذا كله إهانة للمصحف. ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره. ما هو لو إحنا فتحنا الباب وقلنا علق مصحف، بعد شوية هيعلق الخرز اللي فيه، اللي فيه العين، وبعد شوية هيعلق وخلاص بقى، هيعتمد على الحاجات دي كلها، يقول لك الحاجات دي بتنفعني عشان العين، يقول لك عشان العين يا عم الشيخ، لا عشان العين. دلوقتي لو كان عن جهل هو شرك، طب انا ما حدش علمني، ما حدش قال لي، لو عرفت المعلومه منك دلوقتي مثلا هقدر اوجه نفسي اوجه ايه. ما هو شوف، هو الشرك انواع، يعني قد يكون شرك اصغر، والشرك الاصغر ده يعني حكمه زي الكبائر بل اكبر سنا من الكبائر. وبعض الاشياء الله سبحانه وتعالى يغفرها، يعني في بعض الاشياء يعذر فيها الانسان بالجهل، يعني لا سيما ان انت بس يعني اعتمادك على حاجه محسوسه تجيب لك النفع او تنفع لك الضر. لا لا، هي مجرد ان انا مثلا سواق وحاطط حاجه زي ما الناس حاطه، لا زي ما الناس حاطه ده خلاص، انت مفيش في قلبك شيء، يعني انت مفيش في قلبك شيء. لكن في بعض الناس بيعلقوها مع عقيده، احنا بنتكلم دلوقتي على العقيده، انت علقتها بس كده مع الناس، ده يعذر فيه بجهله اصلا، يعني هو كان جاهل في هذا الامر يعني. لكن اللي بيعتقد فيها السببيه انها سبب، دي هي دي المشكله، دي اللي بيخش في الشرك. لكن في واحد يقول لك يعلقها زينه، معلقها زينه مش في باله، وفي بعض وكتير منهم كده يعلقوها زينه. لا زينه هو خلاص، هو يعني ان شاء الله يعني لا يقصد بيها شيء يعني، ولكن من باب اولى طبعا يشيلها. بيحطوا الحاجات دي او المصحف مثلا لاظهار الذات، يعني مثلا واحد يركب معاه عن سيد عارف انه مسلم، واخد بالك، يركب معاه حد عارف انه مسلم، اي حاجه على الراجل بتقي الله فماشي بورد الله كده يعني. انت هتعمل زيهم؟ ما سواه. طب هما بيعملوا كده، هما بيعملوا كده عشان يظهروا ان هما غير مسلمين، لا 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 وانت الاصل ان انت اصلا سواق في بلد مسلمه، يبقى الاصل ان انت مسلم، هو محتاج يعمل كده عشان هو غير المخالف مش انت. فاهمني ازاي؟ شغل له قران يا ابو عمر، شغل له قران وخلاص يفهم، لعله ينزل من العربيه هو الشيطان بتاعه، او ربنا يهديه الاسلام. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. قال يعني يبقى الفكرة في تعليق المصحف، نهى عنه كثير من السلف، بل هو أصلا يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لأن فيها كمان إهانة للمصحف، وفيها سد للذريعة، إن لو الإنسان اتعود على تعليق المصاحف هيتعود على تعليق غيرها. والتفات القلوب أيضا إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذا الزمان الذي ضعفت فيه الهمم وانتشر الجهل وقل العلم. طيب قبل أن نختم، حد عنده سؤال أو استفسار؟ التعويذة ليه؟